Fahreddin Yahya Kumu عبادة الشيطان والشيطان يتجسد في هيئة الإلهة إليه والدعوة التي توجه للإلهة هي تعاويذ السحر وحينما ينفذ الشيطان المتجسد في صورة الإلهة تعاويذ السحر يدعى اتباع الإلهتين الإلهة هي التي استجابت لدعيتها وليس التعاويذ الإسحار التي رددوها للشيطان. السحر الديني حيث يقوم عبادة الإله بعبادة الشيطان والشيطان يتجسد في هيئة الإلهة إليه والدعوة التي توجه للإلهة هي تعاويذ السحر وحينما ينفذ الشيطان المتجسد في صورة الإله تعاويذ السحر يدعى اتباع الإلهتين الإلهة هي التي استجابت لدعيتها وليس التعاويذ الإسحار التي رددوها للشيطان. السحر الديني حيث يقوم عبادة الإله بعبادة الشيطان والشيطان يتجسد في هيئة الإلهة إليه والدعوة التي توجه للإلهة هي تعاويذ السحر وحينما ينفذ الشيطان المتجسد في صورة الإله تعاويذ السحر يدعى اتباع الإلهتين الإلهة هي التي استجابت لدعيتها وليس التعاويذ الإسحار التي رددوها للشيطان. السحر الديني حيث يقوم عبادة الإله بعبادة الشيطان والشيطان يتجسد في هيئة الإلهة إليه والدعوة التي توجه للإلهة هي تعاويذ السحر وحينما ينفذ الشيطان المتجسد في صورة الإله تعاويذ السحر يدعى اتباع الإلهتين الإلهة هي التي استجابت لدعيتها وليس التعاويذ الإسحار التي رددوها للشيطان. السحر الديني حيث يقوم عبادة الإله بعبادة الشيطان والشيطان يتجسد في هيئة الإلهة إليه والدعوة التي توجه للإلهة هي تعاويذ السحر وحينما ينفذ الشيطان المتجسد في صورة الإله تعاويذ السحر يدعى اتباع الإلهتين الإلهة هي التي استجابت لدعيتها وليس التعاويذ الإسحار التي رددوها للشيطان. السحر الديني حيث يقوم عبادة الإله بعبادة الشيطان والشيطان يتجسد في هيئة الإلهة إليه والدعوة التي توجه للإلهة هي تعاويذ السحر وحينما ينفذ الشيطان المتجسد في صورة الإله تعاويذ السحر يدعى اتباع الإلهتين الإلهة هي التي استجابت لدعيتها وليس